ذكرت اللجنة الوزارية للفتوى أنه عندما تستدعي الضرورة عدم أداء صلاة العيد في المساجد والساحات، فإن المسلم يمكنه أن يصلي صلاة العيد في البيت، وذلك بنفس الطريقة التي تؤدى بها في المساجد. عدد ركعات صلاة العيد هما ركعتين بدون أذان ولا إقامة. صلاة العيد يبدأها المسلم بالركعة الأولى بسبع تكبيرات، وبعدها قراءة سورة الفاتحة جهرا، وبعدها سورة. ومن السنن في صلاة العيد قراءة سورة الأعلى أو سورة قاف بعد الفاتحة في الركعة الأولى جهرا. أما في الركعة الثانية فيتم التكبير بخمس تكبيرات بعد تكبيرة الرفع من السجود، وبعدها قراءة الفاتحة، وبعدها سورة. ومن السنن أيضا قراءة سورة الغاشية أو سورة القمر بعد سورة الفاتحة جهرا. ويبدأ وقت صلاة العيد بعد شروق الشمس بنحو نصف ساعة ويمتد إلى الزوال. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناتكم تعلم كيف، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك بالقناة.